شوفنا مازلنا نحكي على كلوب بعد ما كان معنا بالتليفون الناطق الرسمي السابق كمال بن خليل حكى على اسباب استقالته من الفريق. نستقبل ايضا نواصل نحكي على الكلوب وتفاجئنا اكيد اليوم بخبر انتقال اللاعب جابرييل كاك اللي كان انتدب للكلوب من السيابيل للنادي اهلي طرابلس الليبي. الاسباب والتفاصيل نتاع الصفقه هذه وتاكيدا ناخذوه من عند وليد الصدقاوي الوكيل اعمال اللاعب. سي وليد اهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك كيفة الحضور اللي معك في البلاتو. مرحبا فما حد بحضنا في البلاتو مسالش باه. سي وليد لو كانت اكدنا الاخبار الساعة متاع انتقال جابرييل كاك لنادي اهلي طرابلس الليبي. اي ذي الخبر مؤكد هبط حتى على الباج فيسبوك كان انتقل البارح وقع عقد مع نادي اهلي طرابلس الليبي. تفاصيل الانتقال اعارة قلت لي إعارة بمدة موسم مربوطة بمشاركة أهلي طرابلس في كأس أفريقيا وتنجم تكون إعارة مدة سنة وتنجم تكون يرجع في الانتقالات الشتوية القادمة إن شاء الله. بيزار شوية الحكاية كيفاش ربطت بالمشاركة الأفريقية لأهلي طرابلس الليبي معمول به هذا؟ لا والله هي كانت اتصالات من الأول كانت مع أهلي طرابلس في الليبي كانت الاتصالات من الاول مع اهلي طرابلس الليبي هما تشرطوا بخدمات اللاعب بما انه انا وقعت له في النادي الافريقي وقت بثلاثة مواسم مع النادي الافريقي عقد مبدئي يخوله باش يكون على ذمه النادي الافريقي ثلاثة مواسم كانت الاتفاقيه بين رئيس النادي عبد السلام اليونسي وسيسي عون على هو حاجتهم بخدمات اللاعب بما انه سي جلال القادري يعرفه عملوا اتفاقية نجم تكون مربوطة بمدة مشاركة أهلي طرابلس في كأس أفريقيا. الجوانب المالية باش تستفاد لكل يوم الصفقة هذه؟ لا ما فيش مالية استقالة معناها فري كانت الانتقال وهي ديما تتلوج تحسب على مصلحة اللاعب تكون أكثر من ديما نخيروه على مصلحة الجمعية بما أنها هي فما ضبابية في اسكو معناها باش يتأهلوا اللاعبين ما يتأهلوش اللاعب كي لقاه فما مشاركة إفريقية في المستوى العالي قال أنا مخير نمشي هو حب يستعملوه يلعب في النادي الإفريقي بعد كي لقاه هذا أن بروجي سبورتيف اللي هو من غير ما خامم قال نوقع سنة والنجم نكون على ذمة النادي الإفريقي حتى في نهار 7 فيفري نهار اللي تحل الانتقالات الشتوية. والإفريقي معناتها ما عرضتش الصفقة معناها ما دام اللاعب مش باش يكون مؤهل خلاته يمشي لأهلي طرابلس معناها. هي باش يكون مؤهل ولا مش باش يكون مؤهل هي مش واضحه معناها بالنسبه لي انا ما نعرفش اسكو معناها باش يكونوا مؤهلين اللاعبين المنتدبين ولا مش باش يكونوا مؤهلين احنا باش ما ندخلوش في هذه خيرنا اللاعب يمشي يكون كومبيتيتيف حتى كي يرجع للنادي الافريقي يرجع عنده مشاركه افريقيه ويرجع في مستوى عالي وحاضر باش يكون معناها دوب ما يرجع يكون حاضر باش يعاون يمد يد المساعده للنادي الافريقي. والصفقه كانت بطلب من جلال القادري اكيد دربوا في السي بي هكا قبل له. اي يعرفوه وكان قال ما اللي سالوا عليه حتى بوسنين اللي هو باش يكون رفيقه في اهلي طرابلس وكما اكد سبقت وقلت لك قبيله اللي المفاوضات هي كانت من الاول ما فماش النادي الافريقي على الخط هي فما كان اهلي طرابلس معناها هم متشابثين به من الاول وحابوا يعاونهم في الكوب دافريك. يا اخي اتصلوا برئيس النادي كي اتصلوا بي انا قلت لهم تتصلوا برئيس النادي خاطر هو عامل عقد مبدئي بثلاث سنوات مع النادي الافريقي معناها اللي ريمير الكل اللي قاعده تخرج تو انا نفندها للاعب ماهوش على ذمه النادي الافريقي الحاجه اللي ناكدها قدره ربي السامع العليم ما زاد علينا كان خير للاعب على ذمه النادي الافريقي في اول ما يكمل فتره الاعاره نتاعو مع اللي تراب. خاطر اللعبه استغربت من اللاعب معناتها مازال ما لعبش حتى دقيقه في الكلوب وخرج معناها. والله هذا الشوا نتاع الهيئه المديره ما تنجم تدخل فيه كي اقترحوا على اللاعب قا ان بروجي سبورتيف باش يلعب كاس افريقيا قال بوركوا با نمشي ومعناها كان معناها لبى اللي قال لهم انا تحب نمشي ويمكن خاطر تنجم تكون اللي النادي الافريقي عنده ثلاثه اجانب يمكن تنجم تكون اللي يحبوا هما توا الاولويه في مدافع محوري كما سمعت انا كما سمعت انتم الاولويه في مدافع محوري يمكن يقول لك نمشي ويحضر اللاعب يشارك في مشاركه افريقيه ويرجع للنادي الافريقي اما الحاجه اللي ناكدها ونقولها على اكسبريس اف ام وجمهور النادي الافريقي راهو الملاعبي على ذمه النادي الافريقي ثلاثه مواسم.
وما نسمعوا حتى ريمور فما اتفاقية وفما كونفونسيون تصحت بين الزوز نوادي. زاد باش نأكد هذا اللي فما كونفونسيون تصحت بين الزوز نوادي على أساس النادي الملاعب باش يرجع ديريكت للنادي الفريق. باهي لهنا نقطة قانونية أكيد أنت كما كنت تحكي أنت وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين برشا كلام تحكي على الملاعب هذا. تبعني مليح وليد الكلوب ما انتدبتش اللاعب هذا خاطر الفريق منتدب من ممنوع من التدابات وسيستم تي ام اس مسكر على الكلوب. كيفاش الملاعب يمشي من الكلوب الفريق واحد اخر معناتها اصلا الملاعب ماهوش على ذمه الكلوب باش تعمل له اعاره لكيب واحد اخر. فما عقد مبدئي بين اللاعب والنادي عقد مبدئي واقع كيما يظهر كيما وقعوا الملاعبيه الكل تو اللي منتدبين ما فماش الكلهم موقعين هم اللاعبين المنتدبين هذوما على ذمه النادي الفريق إيه موقعين عقود قاعدين يتدربوا ما تقيدش اللاعبيه في طراز عالي جاي للنادي الافريقي وعندهم حتى جارونتي ريال اللي هما باش يلعبوا في النادي الافريقي. اي ممكن بعد رئيس النادي معناها هما كانوا بادلين مساعيهم باش ياهلوا الملاعبين. ممكن بعد واذا ما تو الكلوب في التي ام اس الكلوب الملاعبين مش معناها ذمه الكلوب معناها كيفاش تسلفوا معناها؟ بري كونترا عقد مبدئي يعني قلت لك عمل عقد مبدئي وفما اتفاقيه صارت بين زوج جمعيات. هذه الحاجه اللي ناكدها انا بالنسبه على موجات اكسبريس اف ام راهو ملاعبي باش يرجع للنادي الافريقي ثلاثه مواسم. واضح. باهي يعطيك الصحة شكرا لك وليد على كل التفاصيل. مرحبا مرحبا. دونك كيما كنتو تسمعوا رسميا اللاعب جابرييل كاكي يمشي لفريق اهلي طرابلس الليبي من نادي الافريقي تقريبا برشا امور غامضه وماهيش واضحه بعد ما اللاعب امضى في الكلوب وخرج اخبار انه امضى في الكلوب ما لعبش حتى دقيقه جابرييل كاك بعد ما صارت مشكله عليه بوليميك كبيره بين السي بي ايضا والكلوب وعركه كبيره اليوم نلقاوها في اهلي طرابلس الليبي. على كل موضوع اكيد للمتابع يفتح عديد النقاط خاصه القانونيه في الموضوع متعلقه خاصه بسيستم تي ام اس نتاع الفيفا اللاعب ما تقيدش في التي ام اس يمشي لفريق اهلي طرابلس الليبي. فاصل الموسيقى ثم مواصلين في فير بلاي حتى لما 3:30.